14/4 كان دفاع بصراحه كويس جدا جدا جدا، كان المصري وكان ممدوح هاشم في نص الملعب، تصدر كذا بلوك من التصويب الخارجي لمنتخب المغرب. بدايه منتخب مصر لعب 3-2-1 مقفول زي ما توقعنا، بمحمد ممدوح هاشم قدام ووراه في الواحد اللي ورا المصري، وكان على شماله محمد رمضان، وعلى يمينه كان ممدوح طه، وجنبهم الجناحين بكار والاحمر. اعتقد مصر بدأت مباراة جدية جدا في المباراة، مع التصدي طبعا لمحمد علي لكذا كورة انفرادات او تصويب الخارجي، وده اللي وصلنا للنتيجة. الشوط الاولاني دي خلص فرق 10.